لايف سبورت، أخبار ومواعيد رياضية على الحياة أف أم. أخبار الرياضة على الحياة أف أم. صباح الورد، صباح النور، مرحبا بكم في لايف سبورت. البداية بكأس أمم أفريقيا الكوديفوار 2024. نهائيات كأس أمم أفريقيا الكوديفوار 2024. تعادل منتخب مصر البارح مع نظيره الغاني ايجابيين بهدفين لكل منتخب خلال المباراة اللي اقيمت البارح على ملعب فيليكس اوفي بمدينة بيجون بالكوديفوار ضمن منافسات المجموعة الثانية لبطولة كأس أمم أفريقيا 2024. سجل أهداف منتخب مصر كل من عمر مرموش، مصطفى محمد في الدقائق 69-74، بينما سجل هدفي غانم محمد قدوس في الدقائق 45-71. شد لقاء إصابة محمد صلاح قائد منتخب مصر اللي غادر على أثر المباراة قبل نهاية الشوط الأول. واصلوا مع كأس إفريقيا حيث اقتنصت النصور النيجيرية الخارقة نقاط الثلاث بعد الفوز على منتخب البلد المضيف كوديفوار في ختام مقابلة المجموعة الأولى بهدف مقابل صفر. سجل إيكونغ هدف الفوز النيجيري في الدقيقة 55 عن طريق ضربة جزاء. يشار إلى أن الكوديفوار باش يكون أمام حتمية الفوز أمام غينيا الاستوائية للتأهل إلى الدور القادم. عين الاتحاد الافريقي لكرة القدم الغاني دانييل لاريا لإدارة مباراة المنتخب الوطني التونسي ضد نظيره المالي التي ستقام نهار السبت ضمن جولة ثانية من كأس افريقيا للأمم. سيكون الأنغولي جيرسون إيمانويل دو سانتوس ومواطن لوبيز أوليفيرا حكمين مساعدين، في حين ستكون الرواندية ساليما حكمة لتقنية الفيديو بمساعدة الجزائري لحلو بن إبراهيم. توصل نادي النصر بنغازي الليبي لاتفاق رسمي مع الهيئة السيرية لفريق الاتحاد الرياضي المنصري لشراء عقد المهاجم زياد العلوي. أمضى العلوي في ساعة متأخرة البارح العقد مدته موسم ونصف في صفقة تصل قيمتها المادية إلى 100,000 دولار مع متصدر الدوري الليبي حاليا بقيادة المدرب محمد المكشر. وديا فاز النادي الرياضي البنزرتي على نادي حمام لنف بهدف نظيف في إطار مقابلة الودية. أمضى الهدف هو اللاعب يوسف الفلاحي. في مقابلة ودية كذلك تم الرابطة المحترفة الثانية، تعادل البارح فريق شبيبة القيروان أمام الترجي الرياضي الجرجيسي بنتيجة هدفين مقابل هدفين. أعلن نادي النجف البارح تعاقده رسميا مع السنغالي دومينيك ماندي قادم من الملعب التونسي. من كرة القدم نبدل اختصاص نحكيه على كرة اليد. يواجه المنتخب الوطني التونسي اليوم نظيره النيجيري بدايه من 7 متاع الليل حساب الجولة الثانية من كأس إفريقيا لكرة اليد المقامة بمصر، وستنقل المباراة على قناة أون تايم سبور المصرية. ذكرا عناصرنا الوطنية انتصرت في الجولة الأولى على المنتخب الكيني بنتيجة 59-18. في كرة السلة تحول المنتخب الوطني لكرة السلة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في بطولة دبي الدولية لكرة السلة في نسخة 33 للدور من 19 إلى 28 جان في جيري، وهي مرحلة تحضيرية لاستحقاقات القارية المقبلة للأندية والمنتخبات المشاركة. ويشارك في هذه البطولة كل من تونس، ليبيا، المغرب، مصر، سوريا، الفلبين، الإمارات البلد المنظم للبطولة. واصلوا مع كرة السلة يضم الوفد التونسي رئيس الجامعة التونسية لكرة السلة علي البنزرتي وعدد من الإطارات الفنية والشبه الطبية وعناصر المنتخب نتكون من 12 لاعب: عمر عبادة، محمد فارس العشي، جوهر الجوادي، زياد الشنوفي، مراد المبروك، جواكيم حديد، بشير بن يحيى، أشرف القنوني، الأسعد شوية، أسامة المرنيوي، محمد مختار غيازة وأحمد العدمي. نختم بمباريات تلعبت البارح في مختلف بالدوريات الإيطالية والإسبانية. في كأس السوبر الإيطالي نابولي كان فاز على فيرونتينا 3-0. في كأس ملك إسبانيا ونانيستا انهزم أمام برشلونة 3-1. وفي كأس إسبانيا أتليتيكو مدريد يترشح للدور الربع نهائي لحساب ريال مدريد بعد فوزه 4-2 في الحصص الإضافي بعد الوقت الأصلي 2-2. نختم نشرتنا الرياضية بمعلومة صحية لتعزيز صحة جهاز الدوران. عليك بممارسة يوميا الرياضة اللي تساعدك على تقوية القلب وتجعله يزيد من ضخ الدم إلى الجسم، وهذه الفائدة تعود على صحة الجسم بالإيجاب. نقطة نهاية نشرتنا الرياضية. أجمل تحيات عبدالله الحطاب، متابعة طيبة لبقية برامج الحياة. تفهم لايف سبورت، أخبار ومواعيد رياضية على الحياة أفهم.